هلا. اخ دبل كل، بس جت هدف يقطعهم من القهر. موقع اوهو.com لبيع وشراء اغراض روكت ليج، تبون مستريات، تبون سيارات، تبون اي شيء متخصص في روكت ليج راح تلقونه في الموقع. لا تنسون كود الخصم في اس ال راح يخصم لكم 6% وكل طرق الدفع متوفره، الرابط في الديسكربشن. السلام عليكم. قبل كل شيء طلب بسيط جدا جدا جدا، اوكي؟ كود الايتم شوب في اس ال، ثلاث حروف جدا سهل، سواء تحطه في روكت ليج، فورتنايت، اي شيء في بيج جيمز راح يفيدني جدا انك تحط. في ناس كثيرين يسكبون المقدمه، فانا اقول يعني يا اخي ليش تسكب يا اخي؟ سناب يطالع قدامكم على الشاشه وانستغرام يطالع قدامكم على الشاشه، ادري ما سلمت عليكم ولا شيء ويعني قدمت المقدمه الاعتياديه، لكن حبينا نغير شوي. مقطع اليوم راح يكون نحاول نجيب سوبر سونيك، يعني الطريقه للسوبر سونيك، يعني يمكن نوصل مع الرؤيه 2030 ان شاء الله نوصل السوبر سونيك. انتم دعواتكم ان نوصل قبل 2030، يعني اهم شيء ما نقطع عن السلسله هذه، 2030 باذن الله نوصل قبلها سوبر سونيك. نبغى دعمكم على هذا المقطع. والله ما ادري متى بتصير هذه. نبدا المقطع. طبعا رانكنا اللي هو دايموند 2 ديفيجن اي في، لكن كل ما العب يجيني راندوم سيء جدا، اوكي؟ لكن راح نستمر مع الراندوم العشوائي لانه ما في حد موجود معنا عشان نوصل الشيء اللي نبغاه. اول شيء تشامبيون، بعدين جراند تشامبيون، بعدين سوبر سونيك. نقول ان شاء الله نوصل، نقول ان شاء الله. انتم دعواتكم بس. على اول جيم بسم الله. طبعا اول شيء تعلم اللي هو كيك اوف. كيف نسوي كيك اوف سريع؟ دائما اجيب العيد في الكيك اوف. اوكي، شوت خايس جدا، بس نحاول نكون سريعين. ما نجيب العيد دايم، نحاول. طيب خويي انتظره يرجع نفس الوقت. اوكي خويي روح تكفى. اوكي قاعد مرمى الله يصلحه. اوكي المشكله البنج عالي. اوكي هذا اول عذر. تكفى يا خوي، تكفى يا خوي. اي ما تضيع، ما تضيع كورتي، ما تضيعها. نشوت. اوكي ممتازه هذه. والله الشوت خايسه، توقعت انها بتجي افضل من كذا، بس الحمد لله اني طقيتها. حلوه بس لا 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 اشوه. والله يا الجيم حامي. لا يا خوي لا لا لا، وش تلخشوا؟ اوه وش الجيم يا شباب؟ والله يا جيم غريب يا عيني. لا يصدمك، لا يصدمك. يوووووس يوس 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 يووو يا الجيم. والله طول جيم، يوتر يوتر جدا. ان شاء الله انه كويس خوينا. الله يا البلوك، والله بلوك كليم يا عيني يا خوي يا عيني. فهمني تكفى يا اخوي لا تجيب عيد. ايوه ماني داري، حسيت انه بيصدم بعد. يا عيني نايس نايس، والله اسطوره يا اخوي. الله يحرمنا من الكيك اوف السريع، الكيك اوف حقي مضروب هذا الجيم كله. حلو اوف بلكته. يوووو يا بطل يا بطل يا اخوي، اقسم بالله بطل. فهمني حاولت ابلك هنا عشان ما تجي مرتده، وشوفوا كيف استغلوا الكوره ما راح. يس الفوز يس. خوينا انكبني الله يسعده. ياو يقطع ام الحال يا عيال، والله قهر لك تسويت كل شيء. الحمد لله. لا اوف. طيب خذها. لا يا خوي هذه معليش يعني، والله معليش يعني، انت صدمتني وتترك الكره ليه؟ كلهم راحوا مرتده يعني. نايس يا شيخ يا عمري يا اسس، الحمد لله اني فهمتها ورحت يمين. الحمد لله بغيت اخش عليها قبل. والله يمدي اقسم بالله، باقي 30 ثانية. تكفى يا خوي خش. الله يوهو
والله سولو، والله سولو. بس ما توقعها مني. ماني برايح اي شيء. الحمد لله اني قعدت، الحمد لله. اوكي. يا خوي تكفى خلني. يا خوي تكفى قولك. الله يا الجيم. يا ساتر يا ساتر يا الجيم. هذا ايش؟ تكفى. يا عمري يا شيخ فهمني. يو 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 لا يا الله يا القهر. الهدف يا عيني يا عيني الاهداف. اوف اول مره احس اني معرق. حرام يا خوي تكفى تكفى. الله وروح كلوز نتفرج كذا وهم بينطون مع بعض باللخمون ما ادري ايش تسوون. كيف الكورة جت مضبطة لي؟ ها؟ صدها. يا ساتر يا خوي يا خوي ما تصدمني انا. ايش فيه؟ ايش فيه؟ ليش صدمني؟ تكفى يا خوي. والله العظيم اني قايل لكم شوفوا كيف قريتها قراية. اعطيته وضعية اللي باجي ثم هونت بيخلص اي شيء، مو مخلي الكرة كذا. تكفى يا خوي. الله جيم جميل. جي جي. الله يا الهدف. الخم الخصم الخمة. اقسم بالله مستمتع بهذا المقطع. مستمتع باللعب، مستمتع بتسجيل كل شيء. ما تشوتني ما تشوتني الله يصلحك. تكفى نقش 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 يا خوي نقش. روح روح وان فيون روح. نايس شوت. شغلك؟ بس بس. اوكي طلع. فور فوت. والله سلسلة انتصارات جميلة. كم فزنا؟ أربع جيام خمس جيام؟ والله ما أدري. إيه ما جاني رانك أب ليش؟ والله المفروض ديفيجن 3 والله. جيمين فوز. ياي الماب الكريه لا لا تكفى لا لا. والله إني أكره هذا الماب كره أعوذ بالله. قولك عاد حر. يا ساتر مرمى فاضي مليون مره. والله عطاه مس استريم الله يسعده. ايش طيب خش الله ياخذ بليسك خش جيم للنسياء. الله يعين ما ادري متى بوصل الشامبيون. اتوقع ذي الحلقه ما راح يكون فيها شامبيون. حلوه حلوه جريت باس. الله جريت باس. والله اعطاني صدمه بس يلا ما عليه. يكفى قولك. نايس يا خوي. طقة حقتي غبية جدا لكن الحمد لله اني استغلها الحمد لله. اوه يا قهري قهراه. انا اخدب الكل بس جت هدف فيك طعام القهر. يا رب ما جبيتك يكفى يا رب. عيني يس هو اللي جاب العيد تفضل اللي جاب العيد الحمد لله يا رب. ثلاث ثلاثة والله الجيم حامي كل شوي هدف كل شوي هدف. الله يا الله يا الجول. ما توقعته ينجر والله ما توقعته ينجر. روح روح قولك. هاي الشوت كويس انه فاهم فاهم مو بيخش على اي شيء والله العظيم. الخوي ذا كويس ودي يتكرر كل شوي يمين بالله. اوكي اوه لا 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 الا ذا العيد الا ذا العيد. يا ساتر هذه جول هذه جول هذه جول. يوه الله يحظ مخيس. بيصد 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 يا بلين. يا ساتر والله قلت بيفلك بيسوي شيء ترك الكورة الحمد لله. اوكي هذا كان ضدي قبل شوي الحين جمعي. يا الهي يا الله يا الجول. الله جول جامد.
والله جول جامد بس كان ناقصه شوي تبوس عشان نضبطها. جوالك يا خوي حرام يا اخي. خش تكفى خش يا خوي. هذا شوفوا وقفته وسويت له بلوك وكل شيء. خوينا يتفرج. انا بمشي الاخويا اللي معي يعني في التيم. بس هذا تو ماتش البطء هذا الزايد والله العظيم انه يقتل واحد. ايوه خمسه ثانيه حلوه بس. يا خلاص ايه مشوه. اخ الله العظيم اني انصدمت اني جبتها. طلعوا انسحبوا يس. الحين ديفجن 3 غصب والله لو ما يعطوني بزعل. خلاص وش ذا اوف. الله اعطى اسست جامد يا عيني يا خوي. نايس شوت. اتفرج انا بتفرج عشان ما اخش خش خايسه واندم عليها طول حياتي يا عيني. تكفى تكفى تكفى. طقه ثانيه شغلك يو يا عيني. سبحان الله الاهداف اللي تجيك كذا قاتله اغلبها بدون بوست. يعني قبل شوي ما معي 16 بوست لكن فزنا. فزنا في جيم يمين بالله يا ساتر. بغاله تفكير اقسم بالله. جيم صعب والله جيم صعب. بسم الله بسم الله الجيم. لا ها حاولت الله ياخذ بريسك. حاولت يعطيكم العافيه على المشاهده. ان شاء الله استمتعت المقطع. اذا تبون نكمل من هذا او هذه السلسله نوصل يعني نحاول نحسن لعبنا قد ما نقدر. انا قاعد احاول احسن لعبي صراحه. هو تحسن عن اول بكثير لكن باقي اني اشطف الكور اسوي اشياء زي كذا. فان شاء الله ان السلسله تعجبكم وبس. اشوفكم على خير. السلام عليكم.